إذا بدك تقوس السبع فبدك تقتله، لأنه إذا ضل جريح ما بتعرف شلون بيهجم عليك. جاهزين؟ طيب ليش ما بتوقف بوشهم؟ إذا رح يندفع تمام بالأخير فرح يبلش عندك بالأول. وإذا ما سلمتوني إياه أولادكم كلهم بقتلهم واحد واحد وبدفنهم بإيدي. ما عنا ولا حل غير إنه جابر يموت. علي رضا، يومياً 7 المساء على الـ LBCI.